مكي عبد الفتاح واكلمه طبعا على النقط دي اللي احنا اتكلمنا فيها، وتواجد طبعا ابو جبل، تواجد الشناوي، تواجد خلي بالكم احنا داخلين على القايمه الخاصه بمنتخب مصر وقايمه المحليين مع قايمه المحترفين اللي تم اختيارها. طبعا هناخد راي كابتن زكي عبد الفتاح من خلال طبعا تواجده معانا في السكايب. كابتن زكي تحياتي ليك. اهلا مرو، اخبارك ايه؟ ازيك ابو كبات؟ فتره طويله ما اتكلمناش، ده انت اخبارك ايه؟ منورنا منورنا ابو كبات، منورنا شرف دايما ليا مرو ان اكون معاك في حبيبي يا كابتن. خلينا يعني ابتدي مع حضرتك بالاهلي والزمالك والمباراه القادمه بالنسبه لهم هما الاثنين، وهي مباراه صعبه اكيد لا بديل عن الفوز طبعا. يا كابتن. اخد رايك في الماتشين اللي فاتوا سواء بقى للاهلي او الزمالك، الاهلي وفوزه خسارته طبعا من سان داونز 5-2، والزمالك وخسارته بقى هتكلم بقى من امبي وهي ما قبل المباراه القادمه 2-0 يا كابتن. كنا بنتمنى بعد الترجي ان الزمالك يكمل في البوزيتيف اتيتيود ده، بس للاسف ماتش انبي جه غير متوقع. المهم بالنسبه لماتش الاهلي، يعني الاهلي طبعا حتى طريقه اللعب الاهلي من اول كوره مدرب كويس كل حاجه، بس انا كفرقه عامه الاهلي يعتبر اسرع ابطا فريق في مصر، فاهم قصدي؟ البطء، يعني فرق مصر كلها تلعب ببطء، حتى تتفرج على ماتش مصري وتيجي تتفرج على ماتش من الدوري المصري وتتفرج على مثلا دوري اوروبي تلاقي فرق السرعات جامد جدا، اللمسه والواحده والسرعه والجاب بيتشاب بسرعه، في حاجات كتير. انما الاهلي بالنسبه للدوري المصري اسرع فرقه، بس في المستوى الاعلى بطيء، كل واحد بياخد، بص يا فاروق اتفرج على الماتش هتلاقي كل واحد بياخد لمسه زياده وبياخد وقت في الكوره، بيدي لاي فرقه فرصه انهم يقفلوا سهل جدا. يعني انا شايف النقطه دي من اول ماتش، من اول ما الكوره جايه، واقول طب هيجي وهيعرف الفرقه والكلام ده ويشتغل على النقطه دي، النقطه دي اهم نقطه بالنسبه للنادي الاهلي، دايما بيهاجم، فعشان انت بتهاجم فما تديش فرصه للفرقه انها تعمل بلوك بسرعه، انت وهم فتحوا الجاب بسرعه انت عارف تاذيهم، فالتفكير بسرعه وتشوف الجاب بسرعه، ده لحد دلوقتي البطء في الاداء بتاع النادي الاهلي حتى في كاس العالم للانديه وشفنا ده كله، فالبطء ده هو السمه دلوقتي اللي بتاذي النادي الاهلي في التوقيت ده. انا شايف ان حتى طريقه اللعب لما بنعمل مثلا الضغط من عالي اذا كان شريف بيضغط عبد قادر ولا، بس هتبص تلاقي من ورا هتلاقي عندك عبد المنعم او ياسر او ربيع قدام الشناوي ب 20 متر، المفروض بتقفل الملعب، سكويز الملعب، خش في نص الملعب، حطهم في نص ملعبكم، اذا كنت عايز تعمل صاحب راشد، بس احنا ما بنعملش كده، الجاب ما بين الخطوط مفتوح كبير في ماتشات في كل ماتش فرق مصر، يعني كل فرق مصر، عشان كده بقول المدربين مصر احنا يعني احنا بعيد شويه عن بس احنا لو جينا بصينا كابتن زكي، لو بصينا للمستوى الفني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على ماتش سان داونز والاهلي، لا الناس بتقول لا جاب كبير جدا ما بين سان داونز والاهلي، وده مش معتاد الحقيقه، يعني هو الناس بتتوقع ان الاهلي هو اللي يعمل اللي عمله سان داونز يعني في الكوره. يا بس هم امكانيات تفكيرهم مش موضوع اسماء، موضوع هم تفكيرهم بسرعه، بيلاقوا الجاب بسرعه، القرار بيتاخد بسرعه، قرار يشوط بالشوط ما فيش. طب ده لعيب ده ولا مدرب يا كابتن بس عشان نوضح لجمهورنا؟ يعني لا هو انا شغل الاكثر، انا مؤمن وانت اكيد يا فاروق لعبت وشفت اللي الطريقه اللي بتتمرن بيها انت اللي بتلعب بيها في التمرين، اللي بتتمرن بيها انت اللي بتلعب ازاي، ده في تدريبات متخصصه عشان تسرع من رتم اللعب اكيد طبعا. شغل مدرب في الريتم في فاروق، انت ما تروح مثلا اعمل الحمد لله شفت عاشر برشلونه ريال مدريد تشيلس كل الفرق دي بتيجي، بعمل محاضرات بعمل معايشه معاهم لما بيجوا امريكا في كل فرقه عالم، السيشن بتاع الفرقه الهاي براشر اليوم اللي هو فيه شغل جامد 90 دقيقه 90 دقيقه، بس تطلع بعد 90 دقيقه اللعيبه مش قادره تمشي لان على طول فاس كويك اللي مفكر كويك بسرعه بتاع، وما فيش جري بقى الكلام ده والكلام الفاضي ده كله، بتيجي انت الفيت بتاعك في الكوره في الملعب وكل يعني متوسط البراد من 70 ل 90 دقيقه، ده لما يكون هاي براشر يعني، فاهم قصدي؟ فانت لازم اللي بتتمرن بيه انت اللي هتلعب بيه، فانت انا شايف ان نوعيه التمرين، ما بحبش اتكلم عن المدربين في الاعلام، بس نوعيه التمرين شايفه ان هي كل حاجه بتاخد الريتم بتاعها بطيء، كل حاجه ببطء، مش تدريب والتجهيز لماتشات زي كده كمان يا كابتن، ده شيء مهم طبعا. يعني طب خليني اخدك كابتن جزء انا كنت بتكلم فيه والشناوي، وان وضع الشناوي في الوقت الحالي الحقيقه كلنا زعلانين لان الشناوي حارس مرمى كبير،
بتشوفه ازاي في الوقت ده كابتن وضعه، خصوصا ان برضه النادي الاهلي عنده ماتشات مصيريه في الماتش، سواء الماتش الجاي او اللي بعده يعني. اللي حصل للشناوي مش مفاجاه ليا، يعني اللي بيحصل للشناوي ده مش مفاجاه ليا. انا الشناوي الشناوي بص، يعني مثلا ماتش القطن في مصر، ماتش الداخليه، ماتش المقاولين، ايه المشكله النادي علي لطفي؟ الشناوي عايز يلعب كل ماتش، الشناوي بيكرر نفسه. فاكر لما النادي ادى اللعيبه كلها راحه، قطع الدوري، قال لهم خلاص الدوري راح خدوا راحه السنه اللي فاتت، حصل الكلام ده مش كده؟ تمام يا كابتن. كان اجهاد، وانا طلعت معاك وقلت لك الشناوي مجهد ذهنيا. الناس بتفكر ان الجول ما بيجريش في الماتش، مش مرهق، مش ارهاق بدني. فهو كل ماتش، لان الشناوي بتلعب في نادي الاهلي، بتلعب في نادي الزمالك، ليه لعيبه كتير بتلعب في الاهلي الزمالك بيبقوا مكسرين الدنيا بره، بيروح الاهلي الزمالك بالضغط العصبي، كل بيبقى قبل الماتش بيفكر في الماتش، غلطه هتتاخد عليه، الناس كلها هتشاور عليه، صد كويس هتشاور عليه، كله يصد عليه. فطبعا كل ده، كل ماتش بنلعب له ماتشين في الاسبوع وساعات ثلاثه في الاسبوع وباستمراريه، خلاص العقل، لان كل حارس المرمى ايه غير قرارات، اطلع والله يا كابتن انا قلت ما دام انت كولر بتعمل روتيشن خلاص، يعني الشناوي اديله يريح شويه ما دام بتعمل روتيشن، لانك عندك حراس مرمى كويسين برضو يعني. مش عارف بقى طبعا، مش نهو احترام اكتر من لازم، بس انا لو انا موجود هقعده الداخليه ده مثلا، ليه ما لعبش على لطفي؟ طب ده قرار مدرب حراس المرمى كابتن ولا المدير الفني؟ قرار مدرب. انا اشوف، انا حراس لو المرمى، انا مش مدرب حراس المرمى يعني. طبعا لو انا مش حاسس بالحارس بتاعي ان انا حاسس بحالته، يبقى انا ماليش اشتغل، انا بشتغل ليه؟ ده انا لازم احس، مش هو اللي يقول لي، انا اعرف ان هو مجهد. انا بشوف الصبح بعرف هو نام كويس بالليل ولا لا، ولا فاهمك يعني لازم. امال انت بتشتغل معاه كل يوم ليه؟ كل يوم وشايفه ده هيبقى مثلا ولد مدرب حراس المرمى، هو مدير فني خاص بحراسه المرمى. طبعا فانت ما تجيبش انا كويس، ما فيش لعيب يقول لك، هو في لعيب، كل لعيب عايز يلعب كل الماتش ب 90 دقيقه، كل لعيب، انما انت تحس بيه. انا كان فتره كان نفسي مثلا داخليه ياخد على لطفي، القطن حتى في مصر وعارفين الفرقه ما هيش تقيل قوي، هيبقى ماتش تقيل بعيد عن في مصر، لازم الشناوي يلعب بكره. مش انا اشوف، انا بقول لك راحه والكلام ده، بس انت دلوقتي بقى ظلم، لان في موقف صعب. انما قبل كده فاللي حصل اجهاد ذهني طبعا، قرارات، رد الفعل بطيء، كل ده مش جديد عليا. حتى نصحت عشان خد راحه، فانا ما بقولوش راحه انك انت تروح تبعد، لا خد اقعد ماتش، اقعد خالص ماتش اثنين، خلي الماتشات اللي هي مثلا زي الداخليه او المقاولين، القطن. طب ليه؟ ولعب الناس، حتى حط الناس في ملعب، لو قدر الله شناوي جرى حاجه مثلا وإلا هيحصل، انت هتلعب التانيين غصب عنك، هتلعب شوبيرا غصب عنك. نقطه مهمه بقى لازم